تمر علينا اليوم مناسبة عزيزة جدا، هي صدور صحيفة الاتحاد. اليوم احنا نكمل 53 سنة. في 53 سنة هذه تعاقبوا على صحيفة الاتحاد كفاءات وطنية وأيضا كوادر إعلامية مهمة على مستوى المنطقة. نحتفي دائما في كل سنة في صحيفة الاتحاد بإقامة منتدى نستقطب كل باحثينا ومفكرينا الموجودين على مستوى المنطقة، نناقش معهم موضوع مهم يعني يواكب تطلعات أجندتنا، أجندة الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات. اخترنا في هذا الموضوع يعني موضوع يتعلق بالإمارات واقتصاد المعرفة، ونظرا لكون هذا الموضوع ليس فقط شق اقتصادي وإنما هذا الموضوع يدخل في كل قطاعات الحياة، مهتم في رفع جودة الحياة ورفاهية الإنسان، وأيضا يدخل في كل مناحي الحياة. احنا لما يعني بحثنا في هذا المجال اكتشفنا ان هذا المجال يدخل في كل القطاعات بما فيها القطاعات السياسية، بما فيها القطاعات الحياتية بشكل يومي. ايضا يعني نتطلع من هذا المنتدى ان نخرج ايضا من خلال العصف الذهني والجلسات والورش المقامة على هامش هذا المنتدى والجلسات التي تدار الان، نتطلع إلى أن احنا نطلع بنتائج وتحليل مهم يتكلم عن اقتصاد المعرفي للإمارات وأيضا للمنطقة بشكل كامل.